حدثنا سليمان بن داود اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا قال شعبة يعني في الظهر حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة حاء وأبو اليمان أنبأنا شعيب قال: وقال الزهري حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليله صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي تبارك وتعالى ان لا يهلكنا بما اهلك به الامم قبلنا فاعطانيها وسالت ربي عز وجل ان لا يظهر علينا عدوا غيرنا فاعطانيها وسالت ربي تبارك وتعالى ان لا يلبسنا شيعا فمنعنيها حدثنا عبد الله قال سمعت ابي يقول علي بن عياش سمع هذا الحديث من شعيب بن ابي حمزه سماعا حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال: أتينا خبابًا نعوده فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. حدثنا يعقوب حدثنا أبي. عن صالح قال: ابن شهاب أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الارت ان خبابا قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه صلاها حتى اذا كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله بابي انت وامي لقد صليت فذكر مثل حديث شعبه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم قال فمن أين كنتم تعلمون قال بتحرك لحيته حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له فقلنا يا رسول الله أدع الله تبارك وتعالى لنا واستنصره قال فاحمر لونه أو تغير فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمين من لحمين أو عصب ما يصرفه عن دينه ولا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا أن له تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا سمعت خبابا حاء وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تبارك وتعالى فوجب اجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يعني يجتنيها حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد عن قيس قال دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له فقال المسلم يؤجر في كل شيء خلا ما يجعل في هذا التراب وقد اكتوى سبعا في بطنه وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به حثنا وكيع: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الظهر والعصر قال باضطراب لحيته. حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سليمان الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب قال قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قيل باي شيء كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وابن جعفر حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت عماره معناه حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء وابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا يعني ، في الصلاة وقال ابن جعفر فلم يشكينا حسن إسماعيل أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرًا يجر رداءه فقالوا لم ترع قال والله لقد رعتموني، قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال: فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول قال أيوب ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل قالوا أأنت سمعت هذا؟ هذا من أبيك يحدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فقدموه على ضفة النهر فضرب عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل ماء اب وبقر أم ولده عما في بطنها حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن حميد بن هلال نحوه إلا أنه قال ما ابذقر يعني لم يتفرق وقال لا تكن عبد الله القاتل وكذلك قال بهز أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى فقال ما أعلم أحدا لقيا من البلاء ما لقيت. لقد كنت وما أجد درهمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لي ، في ناحية بيتي هذا أربعين ألفًا. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ، أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيته. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وابن نمير أخبرنا الأعمش عن عماره عن ابي معمر قال قلت لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره حان عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمشي عن ابي الضحى عن مسروق قال قال خباب بن الارت كنت قينا بمكه فكنت اعمل للعاصي بن فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت اتقاضاه فقال لا اقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فاذا بعثت كان لمال وولد قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تبارك وتعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لَأُوتَيَنَّ مالا وولدا حتى بلغ فردا حنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال أتينا خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى في بطنه سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به فقد طال بمرض ثم قال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإن أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب وقال كان يبني حائطا له وإن المرء المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب قال وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر الله تعالى لنا فجلس محمرا وجهه فقال والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على رأسه فيفرق بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا أن الله تبارك وتعالى والذئب على غنمه. حدثنا محمد بن يزيد حدثنا إسماعيل فذكر معناه إلا أنه قال: لم تنقصهم الدنيا شيئًا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب لا يصرفه عن دينه شيء. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد الفئشي عن بنت لخباب قالت خرج خباب في صرية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى كان يحلب عنزا لنا فكان يحلبها في جفنة لنا فكانت تمتلئ حتى تطفح قالت فلما قدم خباب حلبها فعاد حلبها إلى ما كان قال: فقلنا لخباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبها حتى تمتلئ جفنتنا فلما حلبتها نقص حلبها حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهمًا وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهمين قال ثم أُتي بكفنه فلما رآه بكى قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر حن يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا قيس عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى أو ألا تستنصر لنا فقال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمين وعصب فما يصده ذلك والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون حدثنا روح حدثنا أبو يونس القشيري عن سمك بن حرب عن عبد الله بن خباب بن الأرت حدثني أبي خباب بن الأرت قال ان لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر ان يخرج لصلاه الظهر اذ خرج علينا فقال اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قال اسمعوا فقلنا سمعنا فقال انه سيكون عليكم امراء فلا تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن خبابي بن الأرت قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك فأنزل الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لَأُوتَيَنَّ مالا وولدا إلى قوله عز وجل ويأتينا فردا حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وإل إن حق فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فضحك ثم قال سيكون لي ثم مال وولد فأعطيك حقك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأعطين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الآية حدثنا عبد الله بن إدريس قال: وسمعت الأعمش يروي عن شقيق عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلنا على رجليه إذخرا قال ومنا من أينع الثمار فهو يهديبها حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قال قلنا فباي شيء كنتم تعرفون ذلك قال فقال باضطراب لحيته حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا قيس قال أتيت خبابا أعوده وقد اكت وسبعا في بطنه وسمعته يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيده الضبي عن عبد الله بن عبد الله يعني قاضي الري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغره قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال أنتوضأ من لحومها قال نعم قال أفنصلي في مرابض الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أفنتوضأ من لحومها قال لا